بتصدق صرنا 3 ايام على زيت والزعتر عايشي على الزيت والزعتر على زيت من هذا اللي بيبيعوا الاناني اشوي اشوي الحياه اشوي الحياه. صار لنا 10 ايام ما عم ناكل ولا شيء. احيانا بننام بلا اقسم بالله احيانا ننام بلا عشاء، اذا تغدينا ما بنتعشى. والله ليل نهار بكي، والله ليل نهار بكي وعملت عيوني. والله من 6 اشهر ما باتت شقفه لحمي على بيتي، ما جهزت على رمضان، والله ما جهزت لسه ولا اشتريت شيء. من 5 6 شهور ما اكلنا فروج لا لحمه ولا شيء، ما فات على خيمتنا.